يفتكروا انه دي اسهل طريقه للذهب. يعني انا اقول مثلا لي جماعه واشتغل بيها وادعي الناس. الكلام ده بيقودني لسؤال، ليه ما تتفق الطرق والجماعات دي في معون واحد او قالب واحد وتتوحد الوسائل للدعوه؟ هي ما حتتفق لان هي اتفرقت اصلا. هم الاسلام ده واحد، ربنا قال هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا، هم قام فرتقوا الاسلام، دي جماعه الاخوان المسلمين، جماعه انصار السنه، دي جماعه التجانيه، دي السمانيه، دي ما بعرفوا شنو، دي شنو، فرقوا الاسلام هم، وانا بتكلم عن الفرق الاسلاميه مش العلمانيه ولا اليساريه، دي فرقوا الاسلام، هم قرروا يفترقوا، يبقى يتفقوا كيف ده واحد. اثنين، ما حتتفق كل هذه الجماعات الا اذا اتفقت في المنهج وفي العقيده. اذا كان منها من يدعو الى غير الله، منها من يعبد شيخه، منها من يقدم كلام رئيس الحزب على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان في واحد يقول عذاب القبر ما في، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة إن عذاب القبر حق، إذا كان زول بيقول عيسى ما نازل وده الترابي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فإذا كان الناس بيتابعوا كلام رئيس الحزب والطريقة أكثر من كلام الله ورسوله، كيف يتفقوا؟ طيب خلينا نمشي للصراعات الناشئة دي، نحن نعزيها شنو؟ هل هي أهواء دنيا أم تفسير مختلف لنصوص وآيات وأحاديث قرآنية ونبوية؟ كل هذه الأسباب منها أهواء دنيا وحظوظ، حظوظ نفسية وشيطانية، وده داري ياكل وده داري يحجز له كرسي مقعد معين في برلمان أو في سياسة أو في غيره، ده داري له جاه وسلطة ومكانة عند الناس، ده داري يصرف وجوه الناس إليه، ده داري يفسر القرآن وهو ما أهل لتفسيره، ما أهل لتفسير القرآن أصلا، ولا عنده علاقة بالكتاب والسنة زي ما حنعرف إن شاء الله في هذه الحلقة.